ننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين لا قد فارس كبا عم جمال بي لا اله الا الله محمد رسول الله اكبر وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا شيخنا باذن الله تعالى شيخنا باذن الله امشي باذن الله تعالى جمع لك خلي جماعه نصلي على النبي Biz başka dağında herkese selam. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler tamamıyla gerçek olup Irak'ta Mali Ali Kurdi tarafından çekilen bu görüntüler Kur'an-ı Kerim'in tam bir şifa kaynağı olduğunu gösteren, gözleri ama olan, ayağa kalkamayan, kulakları duymayan veyahut da herhangi bir rahatsız olan bir insan Kur'an-ı Kerim okuyarak tam bir şifa kaynağı olduğunu gösteriyor. Şimdi hep birlikte o anları izleyelim. اختي ارفع راسك هذا كم واحد ما تشوف اسا 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 اول مره خليه يحكي ان شاء الله واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني يا رب انت الشافي اشفيها علي صوت اقول الله لحد الان شوف صوت ماكو عسى لحد الان صوت ماكو بسم الله الرحمن الرحيم يا رب انت الشافي افتح لسانك يا رب انت الشافي هذا اخذ اخرس وما يشبع اليوم وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا يا انت ما يا انت كمان ما كمان عفوا المكان موجود افتح افتح يلا قل يا الله الله اكبر الله اكبر طفي لا تبكي يلا هذا كم واحد افتح عيونك هذا كم واحد؟ ما شوف شوف ما حد ما يعرف ايش ترسل تجيب هسه صوتك ان شاء الله يفتح اختي العزيزه بس بس دافع عضلك واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني يلا اختي علي صوتك حتى نسمع قل يا الله خلي الجماعة اللي صلي على النبي هسه صوت بتاع بس باقي عيونه زوجي اي نعم خلي صلي على الجماعة اللهم صل على دقيقة بس بس عيونك باقي خلي زوجي شوفي يلا بس علي صوتي لا بس عيني شهادة كم واحد يا ربي دقيقة على الجزر دقيقة افتح سجل لله بس اجل لله رب العالمين يا الله انت الشافي الله اكبر الله اكبر يا قدوس رب الملائكه والروح هذا الوجه الذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته فتبارك الله الله اكبر رب العالمين يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب يا الله اختي افتح قل يا الله يا الله هذا واحد يا الله يا الله ليش بكيت ليش على دموعي فرحان ما بقى تبي استغفر الله اختي افتح عيونك هذا كم واحد ما ادري احكي احكي ما ادري شو بدي ماشي الله اكبر الله واذا عسى كلام فتح واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني اختي افتح عيونك هذا كم واحد واحد خلي جماعة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا هذا فضل من الله يا نصير جميع التوحيد والقرآن والسنة هذا رب العالمين شفاء بس اللهم صل على سيدنا محمد استاذ شوف يا ابني وش بنته شوف يا ابني شوف بناته اطفاله محمد استاذ شوف يا ابني يا بنت ليكم هذا كم صفا مين صفا خلي يمشي صفا خلي شوف بنتك شوف بنتك فرحان صفا بنتي فرحان وصلى وهذا هو معجزة القرآن لا ناس اجوا إلى التوحيد والقرآن والسنة أختي ما يصير أختي شوف يوم الباب عاد شوف خلي عفو خلي يمشي خلي أشوف شوف تا تادري برو هبرو أو أنو كده شيء بيها برو آه استاذ دم ولا السيد على قلمه بلا خودريشكا ما مستعمل بلا خودريشكا خودريشكا سيدة أبا بقرا خودريشكا سيدة أبا بقرا بومي بلا بلا خو خمس من السدر سيدة سيدة أبو سر وصل سر زي كده سيدة أبو فقرات
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 بصل. يقول في ناس يصير شنو اسمها هذا مستوي لي أبو شكل وصل. نبي قال لي عم يستوي له عم ممكن يشيل إن شاء الله ما بيعمل هسه يقول بدون عملية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصل. الإنسان إذا صار شنو اسمه أبو شكل وصل. هسه تشاو روح لي هسه فقرات إذا كنت تستحم الشوكي هسه أخويا طبيب قال لازم تسوي عملية هذا كله إشي عمان. احترام للاطباء اطبائهم الشريفين فزينا بدون فلوس بدون مقابل عالج هسه فقرات ما بيطيب هسه شوف ارد شيء ارد شيء ايه ها نكا كذا انا اللي حب الشوكي معك تليفون كريم اسمع مدرسه ياه بسم الله الرحمن الرحيم دور والمزي من القران ما وشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا يا الله الله اكبر اخويا ايش هذا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر تقي سيدة يا هيش هسه برو المدرسه تو تشوي واذا مريت فهو يشفي واذا مريت فهو لا سيدة خبز ابيض سيدة سيدة خبز ابيض تو المدرسه تو هسه عامه خبز ابيض سيدة سيدة خبز ابيض بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. هسه سيدة أبو. سيدة تصوير كبر. بروسيريا. غادة. غادة سلم. سلم غادة سيدة خبرك. الله 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 ما شاء الله سيدة غادة راكة. ايش ما؟ اه. هذا سيدة الله اكبر سيدة راكة. سيدة غادة كبيرة. كبيرة غادة. اللهم صل على محمد وعلى آله. وين سيدة راكة؟ رياضة. ورا ورا ورا. الله اكبر الله اكبر ما شكل دم. لوكا تشاوي. لوكا تشاوي. غادة ورا غادة راكة. ولا بقينا راكة ولا بقينا راكة. كم دقيقة؟ اللهم صل على محمد سيدة مباركة هذا هو علاج فقرات بدون عملية طابت مبروك لك بس يوجع السلام عليكم السلام عليكم والله انا شاهد من ايران اخوشكم السلام عليكم صوت الدنيا سيدة ما مثل صوتي شوف ما يقول صار ست شهور ما عنده صوت ان شاء الله صوتي ينفتح باذن الله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين خش كمرياء الله الله اكبر توزي شو ما توزي ما اخويا شفاي بنت خش كان ماسك كل شخص يا رب اخويا واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني خش كم تنقد برسكا يا الله سلامات يا الله تدخلوا تدخلوا ما بدي تنقد برسكا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله تماسك الخشه بهاوش معزي قران في نوز مازيكا خلق ايران جايبين ايران صوت ست اشهر ما عندي صوت صوت طابه تقول خوش ها؟ دكتور زوفر قال له خوش كم تاكل فرسكا؟ سالك سبك يا الله يا الله بسم الله يا الله يا الله معزي قران سالك مازيكا تقول خوش اخوا توصيل امر خوش برا يوم اخوا تقول خوش ها؟ دبره مباركه ما بدي تقول خوش بودك بودك يا هواتك نادر استغفر الله عم ادري فيما ما تقول لا والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ربي مبارك اليوم أبو هم خلق جدت هم لك بريخ بس بس بو أخوان بس بس بو أخوان ربي مبارك أنا تصوير كمان حسا حسا تعال تعال مع لي حتى يا أنا شارب كتير كبرباد حسا شو رح أقول لك بس أخي أجيب أنا أجيب هذا رأيت أخذ أبد ما أستاذ خلي أنا خلي أنا أحرر أعطي إن شاء الله إن شاء الله شو هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا الله ست العكازه ست وست العكازه هسه شوف هذا يطيب يا الله ان شاء الله ان شاء الله ابدا خالد يجيك بارك الله فيك يا الله شوف هذا علاج الفقرات شباب واحد شوف هسه فقرات بنرجع مكان ان شاء الله يا الله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذا ونقطة ثانية يجي يصير تكشيف إن شاء الله الباحة شفت المقطع مال التصوير نفسي الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر طقت شعر راسك إيران خلاص تعال راسك جيب لنا راجي
مرحبا دامت هذي بركة اللي يدعلك جانبكم شوف هذا شوف بسم الله ويلا هذا إعدام شوف هسا تمام رجع مكانك بسم الله الرحمن الرحيم ويلا ما ريت وقت ليش يا الله الله أكبر الله حبيبي هسا لازم تركض هذا شوف ديلكس الله أكبر الله أكبر ديلكس شوف هذا مرحلة خامسة شوف هذا مرحلة خامسة يا الله يلا اركض ولا تخاف ومن اليوم اذا ما طلعت اركض يلا ارفع راسك عافية 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 يا الله يا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صراحة ما يصير تشيل بالفراش يعني ما مبروك لك شلون صرت وهالشيء ما جماعة خلينا نصلي على النبي بس اريد منو يركض ما اقدر اصلي يلا يرك يلا اركض خلي عوفه شوية يلا خلي يركض عوفه مجال 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 اريد تركض ما يصير شيء والله اريد تركض بصراحة تركض بارك الله فيك شو سر يا حبيبي الله اكبر الله اكبر الله سر الشباب ما شاء الله bu tarz videoların gelmesini istiyorsak kanalımıza abone olmanız ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hoşça kalın.